ويحصل العون ديال اي وحده، اي ام من ما نتمنهاش تسمع شي خبر بحال هيدا، او لا يوقع على الكبده ديالها بحال هيدا. نهار 12 في شهر ديال 8 كان غيكون عنده العرس، واو حرمو حرمني من الفرحه ديالو هاد المجرم هذا. خصها تكون شي ضريبه خفيفه صراحه، من ويتي غتكون ديك الضربه هذيك كامله، يعني الضربه ديال القتل. شبر ديك الشفره وحشالو هنايا في هاد العطام هذا، صافي جابو ميت. ما نقدرش نوصف لك الحرقه اللي في قلبي. جاو لعندي الدراري هنا كيبكي ولا لا لا. ايوب السلام عليكم، انا يماد المرحوم ايوب. اش غنقول لكم، ما بقيتش كنقدر نهضر، والله ما بقيت كنقدر نهضر. رزوني في الحبيب ديالي وغصبوني فيه، وولدي كان حافظ القران، وكان العائل الله تعالى وتبارك، وكان كيخاف من الله، وكان ولدي ترانكيل، يعني الولاد الدراري د الحومه كاملين كيبغيوه، وصحابو اللي خدامين معاه كاملين كيقدروه وكيبغيوه وكيحترموه. نهار الاربعاء ناض في الصباح مسكين، توضى وصلى وهود مسكين فرحان ومنور، يعني مش غنقول لك. انا ولدي زعما شفته ديك النهار يعني فواحد الصوره ما نقدرش نوصفها لك. نقدرش اول مره كنشوف ولدي منور، هو دائما منور، ولكن ديك النهار زايد نور على نور. والحمد لله غصبوه، خرج مسكين مشى يدا واحد الصنيدله ديال خاه الطراف، مشى باش يعدل عند الطراف. الدراري تما جبرهم كيبيعوا الحوت، عرضوا عليه بقاو كيقولوا لدي الحوت هي مزيانه طريه هادي، صافي. قال لهم انا ما عنديش الفلوس، انا ما خرجتش معايا الفلوس، انا خرجت غير باش نشوف الصندله نعدلها. المهم الدراري صحابو كيعرفوه معقول وكيعرفوه دري الله وهادي، قالوا له غير دي اللي بغيتي، ماشي بيناتنا الفلوس ولا شي حاجه، دي عدي ديك الساعه انت خلص فويا ما كانوا عندك. ساعه جا ولدي مسكين، قال له يلا عمل لي كيلو ونص وهادي شبار ديك هذا، قال له 30 درهم. جاب الدار مسكين عدلها نقاها خصلها عملها في بلانكانه، وهود مسكين طلع لي الشبكه ديال التصبين، طلع لي السطاح نشر لي ديك الحويجات. مشى هز الفلوس اللي كيسالو السيد، مشى يخلص الدين اللي عليه، مشى كيخلص ديك الدين اللي عليه. ما جبرش الولد اللي شرا من عنده، جبر واحد اخر صاحبه. المهم هذاك اللي حضر على الواقعه، وهو انا كنهضر باللسان ديالو، يعني هو اللي حضر على داك الشيء، هو اللي قال لي شنو وقع. المهم قال لي مجا عطاه ديك 30 درهم، مكلو ديك 30 درهم وبدا ماشي بحالو. هو كيقشع واحد الدري، هذا المجرم هذا كيعدل واحد الحوته معاهم تما. جاوا قال له جاي نسقسيك الخاوه، واش نتينا هو داك السيد داك الولد وهداك الخاوه اللي داك الولد اللي وقع لي معاه مشكل، اللي وقع لي معاه مشكل فهاد اليومين قبل فهاد السيمانه اللي. قال له ايه هو انا. قال له علاش الخاوه، علاش كتزبل لي في الوالده ديالي وكتخسر الهضره فهاد العواشر وهادي، حشومه عليك انا الوالده ديالي، زعما حشومه عليك تخسر لي الهضره على الوالده ديالي. جاوا قال له غادي نخسره وغنزيد نخسره، واش غادي يكون منك، وبدا كيخسر معاه الهضره. جا ولدي بقى كيشوف فيه، قال له انا عفيتك بالحق، انا ما نهضرش معاك دابا على حساب يعني دابا العواشر، انا ما ندابش معاك، انا اصلا ما جيتش باش ندابز. صافي هز مسكين القفيفه ديالو، بدا كيشوف فيها هز القفيفه ديالو، خلف جوج الخلفات بالحساب. شبر ديك الشفره وحشالو هنايا في هاد العطام هذا، صافي جابو ميت. طاح مات، طاح اللي حضروا عليه قال لك طاح ميت، سيب الدم على فمو، طاح ميت في الارض. ايما انا كنت جالسه في الدار حتى عيط لي ولدي، قال لي اجي عندنا محمد الخامس. قلت له علاش، قال لي ودي اجي انا ما نقول لك حتى شي حاجه تجي. المهم تخلعت انت، انا كتعرف محمد الخامس والعائل كيعيط لك. جيت انا وليت صونيت على اخر، قلت له ولدي واش ايوب معاك، قال لي هو معايا. قلت له ياك ما وقع شي مصيبه، قال لي انا ما نقول لك والو، كنسمع الدراري في التليفون كيقولوا ما تقول لا والو. هزيت ديك الطوموبيله ومشيت لمحمد الخامس تما.
تفاجأت بالموت ديال ولدي، قالوا لي راه مات. صافي بديت كنبكي، انتينا كتعرف ما عرفت راسي باش تبليت، وما عرفتش واش هذا الشيء صحيح ولا كنحلم ولا قاري القرآن. ولدي حافظ كتاب الله، حامل كتاب الله تعالى وتبارك، خدام كان كيخدم في الخدمة في الخدمة الخياطة، كان خدام على راسه، وكان الحمد لله كان ولدي كان مرضي مرضي، كان ولدي مرضي مرضي، وقلبه كبير وما كيعرفش يحسد، ما كيعرفش يحقد، ما كيعرفش يعني. واخا مثلا شي نهار وجبت وتعصب يعني ماشي مالك، انا ما نقولكش ولدي مالك كتجيبها كيتعصب ولا شي حاجه، ولكن قلبه بياض دغيا كيطير منه ديك هذا وكيجي. انا ولدي شنقول لك كان كيجي كيطيح لي على رجلي، كيبوس لي رجلي، كيطيح مثلا لا عصبني ولا شي حاجه ولا هادي، وحس براسو بانه عصبني كيطيح لي في الارض مره، وكيقول لي انا الوالده قتلني، ضربني حتى يبرد قلبك، اقسم بالله العلي العظيم. جاوا عندي الدراري هنا كيبكي ولا لا ايوب. البارح ملي يساقوا الخبر بيتين كيقلبوا على ديك المجرم في الغابه ديال مسنانة. ولدي كان مسكين مخطوب، كان خاطب، وكنا غادي نفرحوا به في شهر 8 ان شاء الله المقبل. سيدة يعني معربنا على الزيانه، ومعربنا على داك الشيء، المسائل ديال فيما يخص العرس كامل، قاعة الزيانه، اش غنقول لك، كل شيء المسائل كامله. نهار 12 في شهر ديال 8 كان غيكون عنده العرس، واو حرمني من الفرحه ديالو هذا المجرم هذا، الدعوه به الله، الله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. اش غنقول لك الحبيب، كنا البارح نهار المهم مشيت للخدمه ديالي سبحان الله كيما العاده، مشينا باش نخدمو. المهم ديك الصباح هذاك ما خدمتش، ما جابش الله، جيت في حالي مع ديك السبعة ونص الصباح طلعت النعاس سبحان الله، نعس في الدار هي هذيك، بقيت مع ديك الوحده ونص الجوج هيدا، صونت على الوالي، صونت الوالده وما سمعتهاش. المرا ديالي قالت لي بان راه الوالده صونت كذا، هبطت لها شي سخره، هبطت لها شي سخره من الدار وهودت هي، هودت وانا حشتي طوي صوني التليفون، صون التليفون قلت ما نجاوب، عاود ولا في بلا ما نجاوب مع ديك النعاس. انت كتعرف الانسان كيكون صايم وتماره وهادي، وحشتي قلت راه نجاوب، جاوب السلام عليكم، وعليكم السلام ولد الحومه، وحشتي طوي يقول لي بان الخو ديالك راه فوقي مسيب، ضربوا شي واحد وبقى طايح فوقي كيتسناو لا بيلونس تعطلت باقا ما جاتش وهادي. واحد تقول واش كتهضر بصح ولا اي كت، قال لي دوز صح وهادي كذا الى اخره. حتى انا بقيت كان فهمتي قصاد ولا فترجي من الاخبار هذا الصباح وهادي، نوض تلبس قصاد تكون شي ضريبه خفيفه، اما صراحه ما نويتش تكون ديك الضربه هذيك كامله يعني الضربه ديال القتل، قصاد تكون شي ضريبه خفيفه، غنطلع بلا ما نخلع الوالده، ارا نلبس البردينه ديالي والحوايج ديالي ونمشي نشوف شني كاين، نتاكد بيدي عاد نجي نشوف. هذيك الساعه نعرف شني كاين اصدقائي هذيك، كيما طلعت يلا انا باقي يلا غادي نوصل تما، انا طالع ولا بلا سبقتنا طلعت ديك العقبه وجرينا تعينا ما لحقناهاش، يلا لحقناها هزاته هي دارت، وحنا عاود تبعنا من الطبيب، حنا باقيين في الطريق، واحد الولد عاود مسكين عيط قالنا وقفوا صافي رجعوا فحالكم الله يرحموه، هادي ما تيقناش، قلنا له شحال توقف ما وقف، رجعنا زيدنا كملنا مشينا للطبيب، فينا الطبيب صافي دخلنا شفنا مسكين شغنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، عنده الحفره عرفتي اللويو في راسه ماشي، وكيقول لي موز البطاطا وضربوا واقيلا مقاده ولا ما عرف باش ضربوا فهمتي، والله العظيم الحق ما عرفناش، ولكن الكاميرا هي تما، هذيك الضربه ماشي عاديه، الناس اللي شافوه قال لك ضربوا واحد الضربه خايل قتل العمد، قتل العمد فهمتي، يعني ما تجي عول خصو يقتلو بحال اللي تقول شي واحد مصيفطو له يعني فهمتيني، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هي هذيك ضربوا كذا إلى آخره، حنا جبنا الطبيب جبرنا مسكين، الله يحسن العون ديال أي وحدة أي أم ما نتمناهاش تسمع شي خبر بحال هيدا، أو لا يوقع على الكبدة ديالها بحال هيدا. كندعيهن الله، الله ياخذ فيه الحق، وحسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيه الحق، كما خسرني في ولدي وحرق لي الكبدة ديالي في هاد العواشر، كندعيهن الله تعالى وتبارك، وكنطلب من السلطات المحلية تعمل الخدمة ديالها وتعطيه العقوبة اللي يستحق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.